أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن رياضة الهجنة البحرينية ماضية نحو تحقيق المزيد من التطور والازدهار بفضل اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن تحقيق خطيرة وأكابر المركزين الأول والثاني في مهرجان صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي دلالة على المسيرة الناجحة لرياضة الهجنة البحرينية في المحافل الخارجية الكبرى، في ظل ما يتمتع به المهرجان من إقبال واسع على المشاركة والمنافسة القوية في جميع الفئات. وقال سموه إن المتبع أو المتتبع لهذه المسيرة يدرك حجم العمل على مواصلة ازدهار هذه الرياضة العريقة التي تعتبر من رياضات الأجداد، وما زلنا نواصل دعمنا واهتمامنا بها من أجل كتابة فصول جديدة من النجاحات الخارجية. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بهذه النتائج الإيجابية التي تحققت والتي ستكون دافعاً للمزيد من الإنجازات البحرينية في المشاركات القادمة. وجاء فوز خطيرة بالمركز الأول في الشوط الأول المسائي لفئة حقائق بكار بزمن وقدره 2:58 ضمن الأشواط النهائية للمهرجان، فيما جاء حصول أكابر على المركز الثاني في نفس الشوط لتكون السيطرة بحرينية بامتياز. الكاس بحريني إلى البحرين إلى البحرين إلى البحرين، ما شاء الله عليهم يملأوا العينين أولا وثانيا، بحريني بحريني، تهانينا لأشقاؤنا والتهنية والنومات للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة.